السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة المجد، مع حلقة جديدة وعهد متواصل معكم، مع حلقات برنامجكم الأبرار، ومع فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اليوم يسعدنا الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى بحديثه عن تابعي جليل وإمام من أئمة المسلمين، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي من اسمه يدل على أنه صالح ابن صالح من نبع الصحبة الكرام، مع فضيلة الشيخ يعرفنا باسمه ونشأته وما حوله من معلومات عظيمة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. القاسم بن محمد من اسمه تستطيع أن تدرك البيئة الطيبة التي نشأ فيها هذا التابعي الجليل. القاسم ابن محمد أولا أبوه ابن أبي بكر رضي الله عنه، محمد ابن أبي بكر، وطبعا يفهم من هذا أن عمته هي أسماء وعائشة رضي الله عنهما، وجده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن جئنا الآن إلى أمه. أم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه هي بنت من بنات كسرى يزد جرد، عندما فتح الله عز وجل بلاد فارس على يد الصحابة رضي الله عنهم، ودخل نور الإسلام والناس دخلوا في دين الله أفواجا، كنوز كسرى جاءت إلى المدينة المنورة وكانت مبهرة، يعني حقيقة يعجز الوصف عن الحديث عنها. وكان هناك سبي كثر من هؤلاء السبي بنات كسرى الثلاثة بنات يزد جرد. فلما جاءوا إلى المدينة المنورة وهم بنات ملوك، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشار إلى على عمر رضي الله عنه أن هؤلاء بنات ملوك ولا ينبغي أن يكن لأي أحد، فاشترهن علي رضي الله عنه وخيرهن بين عدد من الفتية من فتية الصحابة لتختار كل منهن ما تريد. أكرمهم طبعا. والحمد لله أسلمنا الثلاثة، وكل منهما منهن ولدت تابعيا جليلا يعد من فقهاء المدينة السبعة. وهذا من عظمة الإسلام، أن الإسلام ليس منغلق على بيئة أو على شعب أو على أمة، الإسلام دين الله لجميع البشر إلى يوم القيامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد تفتح النافذة. والآية واضحة، ربنا جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل كنتم خير أمة أخرجت للعرب، ولم يقل كنتم خير أمة أخرجت للأغنياء، وإنما للناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. هذه عظمة الإسلام واختلاطه بالأمم، وأن الإسلام والحمد لله منفتح، ما في حواجز بينه وبين الرحمة والعدل التي رآها الناس في الإسلام هي كانت السبب الذي فتح لهم الباب حتى دخلوا في دين الله أفواجا. واحدة منهن اختارت محمد ابن أبي بكر الصديق فولدت له القاسم، وواحدة منهن اختارت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فولدت له سالم ابن عبد الله، وسيأتي على الحديث عنه إن شاء الله. وواحدة منهن اختارت الحسين ابن علي فولدت له علي ابن الحسين زين العابدين، سنأتي أيضا على ذكره إن شاء الله. كل واحدة منهن ولدت ولدا يعتبر والله نجما في حياة هذه الأمة، يستضاء به في الظلمات ويؤخذ من علمه ومن معينه الصافي الطاهر الطيب النقي علما نافعا تستضيء به الأمة إلى يوم القيامة. هذا الشيخ ما يؤكده حديث خياركم في الإسلام خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أحسنت. الناس معادن. لذلك ترى بعض الناس في جاهليته وفي كفره قد يكون عنده بعض الصفات الفطرية الغريزية التي خلق بها، لم يكتسبها ولكن فطره الله جبل عليها كالأحنف ابن قيس جبل على بعض الصفات الحلم والأناة، ولكن لما جاء إلى الإسلام جاء بصفاته الغريزية التي جبله الله عليها فكانت خيرا على فزادها الإسلام ونماها أحسنت. إذن هذه أمه
وهذا أبوه وهذا جده وهذه عماته وهذه البيئة التي نشأ فيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. طبعا القاسم ابن محمد كان ولد في نهاية خلافة عمر بن الخطاب وبداية خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطبعا عندما بدأ يشب ويترعرع كانت هذه الفترة مليئة بالفتن، وانتهت كما تعلم بمحنة مقتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن أبوه محمد بن أبي بكر انتقل إلى مصر، فانتقل مع أبيه، ولما حدثت الفتنة الكبرى فقتل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأصبح القاسم يتيم الأبوين. فماذا فعل؟ جاء به عمه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى المدينة المنورة هو وأخته، فبقي القاسم مع أخته يتيمين. فعندما جاء بهما إلى المدينة، من الذي تولى احتضانهما ورعايتهما؟ عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. نزل الحاضن. أحسنت. نزل على بيت العمة. يقول القاسم: ما وجدنا والدا ولا والدة رضي الله عنها أحن على صغير أو فطيم مثل ما رأينا من عائشة رضي الله عنها. هي أم المؤمنين جميعا. الله يرضى عليك. قال: كانت تطعمنا بيدها ولا تأكل معنا، حتى إذا شبعنا فما بقي من طعام أكلته، وكانت تغسل أجسادنا وتمشط شعورنا وتلبسنا الثياب البيض، وكانت تعلمنا ما نستطيع أن نستنطقه من كتاب الله، ولما كبرنا كانت تروينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أما ومربية ومعلمة وحاضنة كل شيء رضي الله عنه. قال: وفي العيد كانت تمشط شعري وتغسل جسدي أنا وأختي وتلبسنا الثياب البيض الطيبة عشية عرفة حتى نحضر الصلاة مع المسلمين. فإذا رجعنا بيت مهم. نعم. فإذا رجعنا شهدنا معها الأضحية. يعني القاسم بن محمد يذكر هذا المناخ الطيب الذي تعلم فيه مباشرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مصدره، لأنه سمع من عائشة هي التي كانت ترويهم هذه الأحاديث. طبعا قال: في يوم من الأيام كانت جالسة فأجلستني على حجرها على أحد ركبتيها وأختي على الركبة الأخرى، واستدعت عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوها. فلما جاء قالت له: والله ما أخذت هذين الصبيين إلا أنك رجل ذو نسوة، يعني عندك زوجات وعندك أولاد كثر، فخفت أن هذين الصبيين لا يقومان بنفسيهما، فخفت أن بعض نسائك يستقذرن ما يجدن منهما، وقلت أنني أولى بذلك منهما، لكن الآن قد كبر فإن شئت أن تأخذهما فخذهما. فأخذهما عبد الرحمن ابن أبي بكر، لكن لا زال قلب القاسم يهوى إلى بيت عائشة رضي الله عنها، لأن في هذا البيت هي التي تولت الرعاية. أنا أقول هنا كلمة، أن الأمة مطالبة أن ترعى اليتيم. رب العزة سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من القرآن الكريم أمرنا برعاية اليتامى. ألم يجدك يتيما فآوى، كأنه إعلان للأمة كلها. وفروا لكل يتيم مأوى، فاليتم ليس تهمة وليس عيبا، بل جعل الله اليتامى بيننا لحكمة، لأنهم أبواب إلى الجنة وأبواب إلى العطاء. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والتي تليها. كافل اليتيم ليس فقط كفالة طعام وشراب غذاء الجسد، ولكن كفالة بالتعليم والتربية والتوجيه، حتى يخرج إلى هذه الأمة إماما يقتدى به وصالحا من المصلحين. هذا ما فعلته عائشة في رعاية هؤلاء اليتامى، وانظر إلى ثمرة هذه الرعاية والتربية. لم يخرج إلى هذه الدنيا إنسانا عاديا، بل خرج فقيها محدثا إماما من أئمة الأمة، من فقهاء المدينة السبعة الذين كان يرجع الناس إلى علمهم فيتعلمون منهم ويجلسون بين يديهم، بل كان عندهم من العلم ما ليس عند غيره لانفراده بوجوده في بيت عائشة رضي الله عنها. يعني لم يؤثر اليتم في شخصيته، في تفوقه، في براعته، في وسط أقرانه، بل زاده ذلك حماسا وتحفيزا أن يعني يخرج من هذه التي ربما عند بعض الناس عقدة اليتم، وقهر ذلك كله ونظر
إلى هدفه عائشة رضي الله عنها العلم يحصله فنبغى وتفوق. في ظل هذه البيئة عائشة رضي الله عنها التي يعني لو تحدثنا ما تحدثنا عنها بحر من بحور العلم، يعني حوت يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. كيف نتخيل شخص تربى في هذا الحضن أن يخرج لنا فيما بعد؟ يعني نريد أن نتصور يعني مقدار العلم الذي حصل عليه في ظل هذه الحضانة، وكيف أنتج وأثمر فيما بعد وأثر في الأجيال من بعده فتعلموا منه أيضا. الطفل دائما نشبهه بالصفحة البيضاء، نعم، أنت تخط فيها ما تريد، أو بالأرض الفارغة أنت تزرع فيها ما شئت. نعم، لأن الطفل على ما ربي وعلى ما نشئ. الطفل يخرج إلى الحياة بفطرة نقية، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن البيئة هي التي تؤثر على الطفل، تشكل شخصيته. الأمر الآخر، إن لم يكن عند الطفل نية وهمة فإنه حقيقة حتى لو وجد في بيئة علم وبيئة طهر وبيئة نقاء، ولكن ليس عنده الرغبة والطلب، فإنه قد يشرد ويفسق، كما رأينا في بيوت علماء ودعاء من بعض الأبناء، ولكن ليسوا على هدي آبائهم ولا على هدي سلفهم الصالح. بل أبناء الأنبياء، ابن نوح عليه السلام أحسن. لكن هنا الذي نجده أن الولد حبب إليه العلم، فلم يكتفي بعلم عائشة، بل ذهب إلى المسجد النبوي فوجد ثلة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر. كثير من الصحابة كانوا في هذا الزمن رواة للأحاديث ويفقهون الناس في دينهم، فأصبح عنده حصيلة علمية هائلة. والشاب في هذا السن إن ضيع فترة شبابه في اللهو واللعب، حقيقة فاته الركب تماما، لأن هذه الفترة من العمر إن ضيعت فحقيقة صعبة أن تستدرك، لأن هذه الفترة هي فترة الحفظ والتحصيل وفترة التحصيل وفترة العلم وفترة الفهم وصفاء الذهن والاستعداد. لذلك نحن نوجه خطابنا أيضا للآباء والأمهات، هذه البراعم التي تخرج إلى الحياة احتضنوها وحافظوا عليها وهيئوا لها البيئة الطيبة، وتعلموا من أم مريم قبل أن تضع الوليدة فعلت ثلاثة أشياء: حسن النية، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وحسن التسمية، وإني سميتها مريم، مريم عن المرأة العابدة أو الصالحة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أحسنت الدعاء، ما قالت أعيذها بك وذريتها من الفقر الشديد أو من المرض الأليم، لكن قالت من الشيطان الرجيم. هذا هو قاطع الطريق. فنحن هذه رسالة إلى الآباء والأمهات، تعلموا من سيرة التابعين كيف نهيئ لأبنائنا البيئة. يعني الولد في السنية الأولى، عادة الأمة في قرونها الماضية أنهم كانوا يبدأون بالقرآن الكريم، لابد من حفظ القرآن الكريم في هذه السن، ونشجعه على هذا، بل ونهتم بمسألة الحفظ وإن تأخر فهم المعاني، لأن الطفل في هذه السن قدرته على الحفظ لعدم وجود الهموم وصفاء الذهن تكون أقوى، بعد ذلك يبدأ في تعلم المعاني فيصبح القرآن له هاديا ونصيرا. والقناعة ليس لها مجال في القرآن، يعني بعض الناس يقنع بجزء، يعني كفاية يعني حفظ جزء، حفظ جزئين يعني هذا يكفي. يعني لكن الصحابة والتابعين رضوان الله عنهم كان يختم القرآن في ابن سبع ابن ثمانية، يعني قبل أن يبلغ الحلم وقد حفظ كتاب الله في صدره، كان عندهم أن هذا هو العلم. حقيقة علم القرآن هو العلم كله، وهو رأس العلوم كلها، كلام ربي جل وعلا هو نور الصدور ونور الأبصار. إضافة إلى علم القرآن الكريم، كان عنده شغف بسماع الحديث، حتى أنه كان عند المحدثين ثقة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. لذلك نقول أن الإنسان إذا فقد أبويه وإذا كان في هذه الحياة يتيما والأسباب أمامه ضعيفة وقليلة، لا يتعلل بقلة الأسباب في بلوغ أعلى المراتب، لكن الإنسان إذا نوى وأراد وتهيأت له البيئة فالله سبحانه وتعالى يأخذ بيده ويعينه، إياك نعبد وإياك نستعين. القاسم بن محمد برع في العلم حتى أن الناس كانوا يلجؤون إليه في الأسئلة، لكن تعلمنا منه موقف مهم، وهذا درس للدعاء والعلماء. كان في منى في مواسم الحج
إذا صلى وجلس التف الناس حوله وجاءوا يسألونه من كل مكان لما يعلمون أنه مميز في يعني في علمه وفي روايته. كان من تواضعه يقول: أنتم تسألون عن أشياء لا نعلمها، في هناك أشياء لا نعلمها، ولأن أعيش جاهلا خير لي من أن أقول في دين الله ما لا أعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. الله أكبر. ليتنا نتعلم من هؤلاء الأئمة عدم الجرأة على الفتوى. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كن وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، تكلم بما تعلم. وما لا تعلمه ليس عيبا أن تقول لا أدري، فمن قال لا أدري فقد أفتى. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف سئل فكان ينتظر لمجيء الوحي، وكم من مرة سئل قال لا أدري حتى أسأل جبريل، عندما سئل عن خير البقاع عليه الصلاة والسلام قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فلما سأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل ربي، فجاء الجواب من الجليل الأعلى: خير البقاع المساجد وشرها أسواقها. ما هو العيب حتى لو كان عالما، لكن خفيت عليه بعض المسائل، ومن أحاط بكل شيء علما؟ نحن نعلم أشياء ونجهل أشياء كثيرة، لكن الذي أحاط بكل شيء هو الله جل وعلا. لا حرج على الإنسان حتى لو كان عالما أو مفتيا أو إماما يقتدى به، إن عرضت عليه مسألة لا يعلمها أن يقتدي بالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول لا أدري، تسألون عن أشياء لا نعلمها، ولأن أعيش جاهلا خير لي من أن أقول في دين الله ما ليس لي به علم، وما أتيت من العلم إلا قليلا. أحسنت. كذلك العالم سيسأل بين يدي الله عن إجابته. إذا سئل فأجاب، خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام. لو قال عن شيء حلال حرام يسأل وينطق عن الله سبحانه وتعالى، الله أكبر، لماذا قلت عما أحللت لعبادي حراما؟ أو سئل عن شيء حراما فأحله، لماذا قلت لعبادي عن شيء حرمته هذا حلال؟ ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن هنا نتعلم من هؤلاء الأئمة التواضع والورع والخشية، وألا نتجرأ على الفتوى بغير علم، ونقتدي بهؤلاء رغم أنهم عاشوا في بيئة الوحي وفي بيئة النبوة وما أسهل كان وفي بيئة الصحابة، ولكنهم حقيقة ما تبرعوا بالإجابة وكانوا وقفين. هذا درس نتعلمه من حياة القاسم. بارك الله فيك شيخ. هذا العلم المثمر الذي يعني القاسم رحمه الله، وإن فاته أو حال الزمان بينه وبين أن يلحق أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لكن قد منحه الله عز وجل عوضا عن ذلك علم أبي بكر وعلم الصحابة، بل علم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف استثمر القاسم رضي الله عنه هذا العلم وجعله يعني نبراسا له يستضيء به ليسلك خطى الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يتعبد لله عز وجل، يثمر أخلاقا حسنة، يؤثر في من حوله، يربي أولاده، يعني كيف يتجلى لنا هذه المواقف في حياته؟ حقيقة تجلت في شيئين، وهذين الشيئين يكاد يكون القاسم المشترك بين كل التابعين وتابع التابعين. أول شيء التزامه هو واستقامته على أمر الله، حتى قال عنه بعض التابعين: أشبه الناس بأبي بكر الصديق في سمته وهديه وزهده وعيشه القاسم بن محمد، مع أنه لم يره. هذه كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله: أشبه الناس بأبي بكر في زهده وورعه وخشيته وعيشه، هذا الشاب، وأشار إلى القاسم ابن محمد. إذن هنا الناس حكموا عليه ليس فقط بكلامه ولكن بسلوكه وأخلاقه. الإنسان إذا كان قائما بالليل، صائما بالنهار، ورعا عند الحلال والحرام، لا يقع في الشبهات، يرحم على الناس، سخيا كريما جوادا بارا، يغيث الملهوف، يعود المرضى، يتبع الجنائز، ينفس الكرب عن المكروبين، الناس يروا جمال الإسلام وعظمة الإسلام في هذه البوتقة من الأخلاق والسلوك. فكان أشبه الناس بجده رغم أنه لم يره، لكن الله سبحانه وتعالى جعل ثمرة وبركة الجد في الأبناء، وكان أبوهما صالحا.
الأمر الآخر أنه أفاض من علمه على الناس، لم يكنز علمه لنفسه، كان له مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه ما تعلمه من الخير، خاصة في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ممن روى عن عائشة رضي الله عنها وعن كثير من الصحابة، فكان له مجلس علم يعلم فيه، وكان هو في نفسه قدوة وإماما. من شدة التواضع كان لا يرى لنفسه مزية على الآخرين، لأن بعض الناس إذا زاد تصدر المعجبين به، أو زادت شهرته، أو أصبح يشار إليه بالبنان، وأصبح كل الناس يعرفونه، فأصبح له صيتا وشهرة وسمعة، ينتفخ مثل البالون، ويرى في نفسه المشيخة فيتعالى على الآخرين. لكن عند القاسم نرى العكس، ازداد علما فازداد تواضعا. أنا أمثله بغصن الشجرة. غصن الشجرة إذا كان فيه ثمرة تراه متدليا متواضعا، يكاد يصل إلى الأرض من كثرة الأحمال التي فيه. لكن إذا كان هذا الغصن فارغا لا ثمرة فيه، تراه شامخا برأسه إلى السماء، لكن هو كان متواضع. رجل مرة جاء فسأله: أنت أعلم أم سالم بن عبد الله؟ سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله. فطبعا هو سئل هذا السؤال فأعرض عن الرجل، الرجل ألح على السؤال: أنت أعلم أم سالم بن عبد الله؟ فقال له يا أخي قال له يا أخي هذا المكان يجلس فيه سالم بن عبد الله، ومنزله من هذه الجهة، فأشار إلى منزله أو إلى المكان الذي يتحدث فيه. الذين كانوا يجلسون إلى القاسم بن محمد قالوا: لو قال أنه أعلم مني لكذب، لأن القاسم بن محمد كان أعلم من ناحية العلم من سالم بن عبد الله، ولو قال يعني لا أدري لكان أيضا قال غير الحقيقة، لكنه تكلم بكلمة تدل على تواضعه الشديد، فما كذب وما قال غير الحقيقة، ولا زكى نفسه فقال أنا. فلو قال أنا لكان رأى في نفسه مزية وفضيلة عن سالم، ولو قال هو أعلم مني لكذب، لأنه في الحقيقة أعلم من سالم بن عبد الله. فهذا ترى فيه رائحة التواضع، أن العالم حقيقة هو الذي يتواضع لله، ولا يرى نفسه له فضل على أحد من الناس، حتى لو كان هذا الإنسان مغمور، لأننا لا ندري أينا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. وعلامة العالم تواضعه وخشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا ترى في العالم العجرفة وعبوس الوجه والتكبر، وأن يرى نفسه هو الأعلم وهو الأفهم، وبقية الناس رعاع وعوام لا يعرفون شيئا. ما كانت هذه أخلاق العلماء؟ أخلاق العلماء التواضع، حتى يروا أن الناس جميعا أفضل منهم، وأن حسابهم بين يدي الله أشد، لأنه كلما زاد علم العالم كلما زاد سؤاله بين يدي ربه، وسؤال العالم ليس كسؤال العامي الذي لا علم له. أفضل الشيخ، مما يذكر عن القاسم رحمه الله، يقول يحيى بن معين: حديثه 200 حديث، وبل قال مالك: حديثه 100 حديث. لو الواحد يتخيل فينا يقرأ 100 حديث، يجلس أساعة زمان يقرأ 100 حديث، هل القاسم طيلة حياته هذه ما حدث إلا ب200 حديث أو 100 حديث، أو على ماذا يدل هذا مثل هذا القول؟ بعضهم كان مقلا في الحديث ورعا وخشية، لأن الإكثار من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى حافظة ذاكرة قوية، وبعض كبار الصحابة كان يخشى أن يقول يعني ما ليس له به علم، أو أن يتجرأ على رواية الحديث. والدليل: أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، الاثنين دول، وهما من أقل الناس رواية عنه، ليس لأنهما لا يحفظان أو لا يعرفان، بل كانت الملازمة يعني شبه دائمة في الحل والترحال، لكن الخوف والورع والخشية من التجرؤ في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام حملتهم على الإقلال. طب والذي أكثر من الرواية، الذي أكثر من الرواية أيضا ليس معناه أنه جريء على الرواية، لكن حباه الله تعالى ذاكرة قوية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، كأبي هريرة رضي الله عنه، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات؟ فبسط أبو هريرة رداءه وقال: أنا علمهن يا رسول الله. فلما علمهن
فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعا لأبي بكر لأبي هريرة ألا ينسى، قال فضممت الثوب إلى صدري فما نسيت مما وعيت شيئا. فكان حافظ الأمة، فكان هو الحافظة لهذه الأمة. نعم. يعني وعى كثير من الأحاديث رغم أن حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 سنوات. نعم. لأنه أسلم بعد فتح خيبر. هذا يعلمنا على أن الإقلال من الرواية لا يعني أنه لا علم له، نعم. ولكن يعني أنه كان ورعا، نعم. وكان يخشى من التجرؤ في القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه أحيانا إذا روى الحديث يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا أو قريب من هذا، نعم. كانوا يخافون أن يزيدوا ولو حرفا واحدا أو كلمة واحدة. نعم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فضيلة الشيخ، لو تتوج لنا الحلقة يعني قبل أن تنفلت من تحت أيدينا بكلمة مأثورة أو مقولة بارزة نجعلها نبراسا لنا أو للسادة المشاهدين المستمعين من كلام القاسم رحمه الله. هو حقيقة ذكر كلمة طيبة جدا في مسألة الصديق. الصديق. قال قد جعل الله تعالى في الصديق البار المقبل عوضا عن القريب القاطع الجافي. يعني قد يكون لك بعض الأقارب من ذوي الرحم لكنه بعيد وجافي ولا تتعلم من صحبته شيء، لكن قد يجعل الله لك في الصديق الصدوق والجليس الصالح عوضا عن هذا القريب القاطع المدبر الجافي. نعم. الذي لا يريد أن يصحبك أو أن تكون بينك وبينه صلة فهو قاطع للرحم. نعم. هنا يعلمنا أن الإنسان يحرص على جلسائه. نعم. صحبة. وهذه النصيحة الغالية من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عندما قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نعم. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نعم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم. فالصاحب ساحب. نعم. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بارك الله فيك شيخ، وهذه الصحبة الخيرة التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا زادا في الدنيا وزادا إلى حسن المسير إليه. لكن أنا أريد قبل أن نختم أن أذكر بشيء مهم، أنه أيضا تأسى بجده أبي بكر في حال موته. نعم. لأنه عندما مات قال كفنوني بثوبي هذين. نعم. وقال لابنه إذا دفنتني فسن علي التراب شنم ولا تقم على قبري شيئا ولا تقل قد كان أبي كذا وكذا، وكفنوني كما أوصى أبو بكر، وكفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهما. نعم. قال يا أبتي نأتي لك بأثواب ثلاثة، قال الجديد أولى بالحي أو الحي أولى بالجديد من الميت. نعم. سبحان الله، كأن هذه المقالة بالضبط هي التي قالها جد أبو بكر الصديق. نعم. عندما توفي أيضا قال مثل هذه المقالة، ولكنه صدقت فيه مقولة مالك رضي الله عنه أحسن وأقرب الناس أو أقرب الناس إلى أبو بكر الصديق. نعم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير، تقبل وأمتعنا الله بحديثكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا بما سمعنا وأن نجعل ذلك لنا قدوة وأسوة في حياتنا. نلقاكم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.